مرحبا، انا اسمي شريف، واليوم بدي اشرح لكم عن موضوع الاسيد بيس. هلا الكل بيعرف الاسيد اللي هو الحمض بروتون دونر، والبيس اللي هو القاعده بروتون اكسبتر. هلا خلال الدرس هذا كله، كل ما تسمعوا اتش بلس بده يكون اسيد، وكل ما تسمعوا HCO3 ماينس يعني بايكربونيت بده يكون بيس. هلا الجسم بحاول يحافظ على بي اتش ثابته من ما بين 7.35 و 7.45. هاي هي النورمال رينج بالجسم، وبسوي هيك خلال عملية اسمها هوميوستاسيس. والهوميوستاسيس is to maintain a stable internal environment. هلا احنا اتفقنا انه the normal range for the pH ما بين 7.35 ل 7.45. لو ال pH قل عن 7.35 بده يصير في اشي اسمه acidosis، ولو زاد عن 7.45 بده يصير في اشي اسمه alkalosis. هلا كيف بده يصير الاسيدوسس؟ بده يقل ال pH كثير. وكيف بده يقل ال pH؟ يا اما بزيادة الاسيد، او اما بنقصان البيس. واحنا اتفقنا انه كل ما نشوف H plus يعني acid، وكل ما نشوف HCO3 minus يعني base. فهون زادت ال H plus صار في acidosis، هون نقصت ال HCO3 minus او البايكربونيت صار في acidosis برضه. ونفس المبدأ بالالكالوسيس. كيف بده يصير الالكالوسيس؟ بنزيد ال pH كثير. وكيف نزيد ال pH؟ يا اما بنقصان ال H plus او الاسيد، أو بزيادة البيس أو HCO3- البايكربونات. هلأ why do we need to maintain a constant pH؟ السبب الرئيسي إنه ما يصير في denaturing للإنزيمز أو البروتينات، وهذا السبب عشان ما يتغير شكل الإنزيمات أو البروتينات، عشان هذا بيأثر على عوامل كتير مثل الإنزيم binding والهرمون binding، إنه كيف بيرتبطوا الإنزيمات والهرمونات، وthe effectiveness of a membrane transporter. هلا احنا بنحافظ على ال pH بتحكم بنسبات ال H plus وال HCO3 minus اللي هم الأسيد والبيس باستخدام two systems. أول system اسمه ال respiratory system، وتاني system اسمه ال metabolic system اللي هو موجود بالكيدني. هلا لما نتنفس بندخل O2 على جسمنا وبنطلع CO2. هو CO2 بجسمنا بيكون على شكل H2CO3، وهذا ال H2CO3 هو carbonic acid، وهو من اسمه acid. فلما يكون في زيادة ال CO2 بجسمنا يعني في زيادة acid، يعني في acidosis. فهلا لما يصير في hyperventilation بمعنى انه ال breathing rate increases، راح نطلع كل ال CO2 من جسمنا، وهو CO2 عبارة عن ايش؟ عبارة عن acid. فإحنا لما يزيد ال breathing rate بيزيد انه نطلع الاسيد من جسمنا، فبقل الاسيد من جسمنا، بزيد الاكسكريشن اوف اسيد. والعكس الهايبوفنتيليشن، الهايبوفنتيليشن يعني انه نقلل البريذنج ريت. لما نقلل البريذنج ريت السي او 2 بضل بجسمنا، لما يضل السي او 2 بجسمنا هذا بيؤدي الى زياده الاسيد بجسمنا، وبقلل ذا اكسكريشن اوف اسيد بجسمنا. هلا السيستم الثاني اسمه ميتابوليك سيستم. الميتابوليك سيستم بحصل بالكيدنيز، والكيدنيز made up of many units called nephrons. والجزء اللي بهمنا جوا النفرون اسمه proximal convoluted tubule. والproximal convoluted tubule هاد ايش بيسوي؟ بتحكم بنسب ال H plus وال HCO3 minus. هاي ال interstitial fluid، هاي اللومن، وهاي ال blood. هلا افترضوا انه ال blood is high in acidity. إيش نسوي؟ We're going to neutralize it by adding a base. And what's the base going to be? إيش رأي البيس اللي راح نضيفه؟ HCO3 minus. هلا كيف نضيف ال HCO3 minus؟ في عنا H2CO3 اللي هو carbonic acid in the interstitial fluid. ال H2CO3 راح يتحول إلى CO2 زائد H2O بمساعدة ال carbonic anhydrase. هلا ال CO2 راح تنتقل الى اللومن، وراح ترد تختلط مع مي. هلا ال CO2 وال H2O راح يتحول الى كربونيك اسيد، راح يرد يرجع الى كربونيك اسيد بمساعده نفس الانزيم اللي هو الكربونيك انهيدريز.
هلا شو استفدنا من كل الخطوات هدول اذا ال H2CO3 الكربونيك اسيد هون نفسه هون؟ اللي استفدناه انه ال H2CO3 is lipid insoluble فما بيقدر يخترق الممبرين، اما ال CO2 lipid soluble فبيقدر يخترق الممبرين بسهوله. هلا هاي المعلومه تذكروها كثير كويس، انه الكربون دايوكسيد lipid soluble والكربونيك اسيد lipid insoluble. هلا الكربونيك اسيد is a weak acid، ايش راح يصير له؟ It can dissociate easily. ايش يعني dissociate؟ يعني يتقسم. فهون الكربونيك اسيد راح يتقسم ل H plus و HCO3 minus. ال HCO3 minus اللي هو البيس اللي احنا بدنا اياه راح يصير له reabsorption into the blood، وال H plus اللي هو الاسيد ما بدنا اياه هلا بصير له excretion بنطلع. هلا احنا عشان احنا عندنا اصلا high acidity راح نضيف البيس، بس نضيف البيس راح يصير عندنا هاي بيسيسيتي، فعشان عندنا هاي اسيديتي وهاي بيسيسيتي راح يصير لها نيوتراليزيشن. هلا كل ما تشوفوا ريسبيراتوري حطوا ببالكم انه H+، وكل ما تشوفوا ميتابوليك حطوا ببالكم بايكربونيت اللي هو HCO3-. فهلا لما احكي respiratory acidosis ايش بده يكون؟ بده يكون اول اشي H plus عشان respiratory، بس احكي acidosis ايش يعني acidosis؟ يعني زيادة الاسيد، وال H plus حكينا عنها اسيد، فهي respiratory acidosis يعني زيادة ال H plus. نفس المبدأ metabolic acidosis ايش بده يكون؟ metabolic دائما بنحط لها HCO3-. بس acidosis يعني زيادة الأسيد أو إنه نقلل البيس، وال HCO3 هي بيس فعليا فبنقلل البيس، فmetabolic acidosis يعني نقلل ال HCO3- أو البايكربونات. هلا نفس المبدأ ال respiratory alkalosis، هي في respiratory فبنحط H plus، وال respiratory alkalosis، ال alkalosis يعني إنه نقلل الأسيد أو نزيد البيس، فهون راح نقلل الأسيد. نفس مبدأ metabolic alkalosis ايش راح يكون؟ عشان metabolic راح نحط bicarbonate، بس عشان alkalosis راح نزيد البيس، فهيك صار metabolic alkalosis. هلا هاي بس مراجعة سريعة، انه ال hypoventilation يعني decreased respiratory rate. When you decrease the respiratory rate the CO2 بضل بجسمكم، فلما يضل ال CO2 بجسمنا بزيد الاسيديتي، عشان ال CO2 فعليا بالجسم بكون كربونيك اسيد، فهيك بزيد الاسيديتي. اما الهايبر فنتيليشن بزيد الريسبيراتوري ريت، لما يزيد الريسبيراتوري ريت ال CO2 بتطلع من جسمنا، فلما تطلع ال CO2 من جسمنا الاسيديتي بتقل. هلا دائما حطوا بالكم، هاي نوت، انه حطوا بالكم انه respiratory has to do with hydrogen which is acidic. And metabolic has to do with CO bicarbonate which is basic. Now إذا مثلا حكيت لكم respiratory acidosis إيش نفكر؟ هاي respiratory فراح ناخذ H plus، حطينا H plus acidosis. Acidosis يعني زيادة الأسيد، فهيك إحنا بدنا نزيد الأسيد اللي هون، ف respiratory acidosis يعني زيادة ال H plus. Respiratory alkalosis هاي respiratory فحطينا H plus على طول. Alkalosis، alkalosis إنه ننقص الأسيد، فإحنا هون ال H plus عشان أسيد ننقصها. هلا metabolic acidosis، metabolic acidosis هاي metabolic بنحط ببالنا إيش؟ بنحط ببالنا bicarbonate، فهي حطيت على طول bicarbonate CO3-. Metabolic acidosis يعني نقلل البيس ونزيد الأسيد، فهيك إحنا كيف نقلل البيس؟ إنه نقلل bicarbonate، فهي قللنا bicarbonate. الاخر واحدة metabolic alkalosis، metabolic ايش نحط؟ HCO3-. alkalosis عشان alkalosis بدنا نزيد البيس، وال H البايكربونات هي اصلا بيس، فهيك بدنا نزيد ال HCO3-. هلا these systems don't work alone، ما بيشتغلوا كل واحد لحال، they do something called integration، بيشتغلوا مع بعض. هلا how do they work together؟ هلا رديت رسمت الرسم اللي فوق عشان تكون بصورة أوضح. هلا مراجعة على السريع،
Respiratory acidosis يعني زيادة الـ H plus زيادة الـ acid. Metabolic acidosis يعني نقصان البيكربونات نقصان البيس. Respiratory alkalosis يعني نقصان الـ H plus نقصان الأسيد. Metabolic alkalosis يعني زيادة البيكربونات زيادة البيس. فهلأ كيف بدهم two systems هذول يشتغلوا مع بعض؟ كيف بدهم يسوي integration؟ افترضوا أنا حكيت لكم إنه في مريض ومعه metabolic acidosis، بمعنى إنه البيكربونات عنده واطي، أيضا بكون البيس عنده واطي إذا البيكربونات واطي عشان البيكربونات عبارة عن بيس. فعشان نحافظ على الـ pH اللي هي ما بين 7.35 ل 7.45 لازم نوطي الأسيد كمان. كيف نوطي الأسيد؟ by respiratory alkalosis. وكيف بده يصير respiratory alkalosis؟ by hyperventilation. رح نصير نتنفس بسرعة ورح نطلع كل الـ CO2 من جسمنا، بس نطلع كل الـ CO2 من جسمنا رح يقل الأسيد، عشان الـ CO2 بس يكون بجسمنا بكون carbonic acid، فإحنا بدنا نقلل الأسيد عشان قل البيس. أعطيكم مثال تاني، لو صار respiratory acidosis إيش بده يصير؟ بده يزيد نسبة الـ H plus، يعني بده يزيد الأسيد. فعشان زاد الأسيد عشان نحافظ على 7.3 ل 7.45 pH بدنا برضو نزيد نسبة البيس. كيف نزيد نسبة البيس؟ نزيد الـ HCO3 بالجسم، نزيد البيكربونات، نزيدها من خلال الـ reabsorption. بده يزيد الـ reabsorption of the bicarbonate into the blood. هلأ إذا ما فهمتوا الحكي من فوق ممكن تفهموه من هون. هلأ طلعوا على الفورمولا هاي كويس واحفظوها. لو زدت أنا الـ CO2 من هون رح تزيد الكربونيك أسيد من هون، وهي كربونيك أسيد، فالأسيد رح تزيد الأسيديتي رح تزيد الأسيدوسس. أما هون لو صار لها ديسوسيشن أكثر الكربونيك أسيد وتحولت لـ H plus و HCO3 رح تزيد الـ H plus والـ HCO3 ions، والـ HCO3 رح يصير لها reabsorption into the blood، والـ H plus رح يصير لها excretion out of the blood. فبهاي الطريقة رح تزيد الالكالوسس. فانتوا احفظوا انه الكربونيك اسيد is a weak acid so it dissociates into H plus protons and bicarbonate ions اللي هم هذول. وان شاء الله اكون فتكم، ان شاء الله تكونوا فاهمين. وانا معظم المعلومات اللي طلعتها يا من جايتون او طلعتها من النت، وحضرت فيديو ميرنا ياسر طالبة طب سنة رابعة. فاذا ما كنتوا فاهمين علي او ما فهمتوا علي بنصحكم نصيحة انه تروحوا تحضروا الفيديو تاعها عشان كثير كويس، ويعطيكم العافية.